حكمت المحكمة الجزائية بالرياض بإعدام 3 إرهابيين ضمن خلية استراحة الحرازات شرق مدينة جدة. وقال مراسل العربية إن المحكمة الجزائية اتهمت الإرهابيين بتأييد تنظيم داعش والتخطيط لاغتيال رجال أمن وتفجير مقرات أمنية في جدة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الرياض الزميل هانس فيان. أهلا بك هاني، هل هناك من تفاصيل إضافية بشأن الحكم على خلية الحرازات؟ أهلا بك عزيزي محمد وأهلا بمشاهدي قناة العربية. طبعا عدد المتهمين الذين كانوا في هذه الخلية هم 9 متهمين، 3 منهم تم أو أصدرت فيهم المحكمة الجزائية قبل قليل حكم الإعدام، والستة الآخرون تم إصدار بهم حكما بالسجن لمدد متفاوتة. طبعا المدعي العام ضمن لائحة التهم التي وجهها لهؤلاء المتهمين في الجلسة الأولى كانت لقائد الخلية ومعه أيضا رفاقه. طبعا المتهم الأول وهو قائد الخلية والمكنى بأبي أبا معاذ كان يرغب في إخلال الأمن تحديدا في المنطقة الغربية، وبعد ذلك كلف عناصره برصد مستودعات الأغذية عند الإخلال بالأمن يكون هناك مؤن خاصة بهذه الخلية. أيضا كلف عدد من عناصره لمراقبة رجال الأمن ونقاط التفتيش، وأيضا المركز التحديد أو مركز نقطة التفتيش الشميسي، وتعتبر هذه النقطة تحديدا يعبر أثناء موسم الحج يعبر منها أكثر من 2 مليون حاج، كان ينوي التخطيط لها لتنفيذ عمليات تفجير. أيضا كلف أحد عناصره بمراقبة مدربي لأندية رياضية ليتم اغتيالهم في وقت، وأيضا يتم اغتيالهم في وقت لاحق. أيضا كلف أحد من عناصر هذه الخلية أو أحد الأشخاص من هذه عناصر هذه الخلية والبالغ مجموعها 9 أشخاص بمراقبة رجال المباحث وكذلك رجال الأمن منذ خروجهم من منازلهم حتى وصولهم إلى مقرات أعمالهم ومن ثم العودة. أيضا هذا الشخص وأيضا مع قائد آخر قام بقتل رفيق لهم وهو مطيع الصيعري والذي يعتبر هو خبير المتفجرات وصانع الأحزمة الناسفة، بعد أن حاول أو شك في محاولة الرجوع والعودة وتسليم نفسه للسلطات السعودية، وبعد ذلك قام بقتله ودفنه لأشهر داخل استراحتهم وهو أو في داخل استراحتهم في حي الحرازات شرق مدينة جدة. طبعا كلف هذا القائد أيضا المتهم الثالث لتنفيذ واغتيال أحد أئمة الحرم المكي، إلا أن العملية فشلت بعد التأخر الوقت خروج هذا الإمام وهو إمام أحد أئمة الحرم المكي من مسجده لتفشل المحاولة، ولكن كان ينوي عملية وتنفيذ عملية الاغتيال. طبعا هذه أبرز التهم التي كانت موجودة بحق المتهمين 9 وتحديدا 3 المتهمين الأوائل الذين أصدر بحقهم حق الإعدام. طبعا المتهم الثاني أيضا كان أحد المتهمين أيضا المهمين الذي تواصل مع تنظيم داعش في سوريا وحاول التواصل أيضا بزعيمهم للهروب إلى هناك والانضمام إلى صفوفهم للقتال، إلا أن المحاولة فشلت بعد أن تم تضييق الخناق عليه من قبل السلطات السعودية حتى تم القبض عليهم في استراحة الحرازات، وتم أيضا في هذه الاستراحة تفجير أو تنفيذ عمليتين انتحاريتين لأحد المطلوبين التي كانت مجموع هذه الخلية أكثر من 42 شخصا، ليتبقى منهم من ضمن هذه الخلية 9 فقط متهمين هم الذين بقوا على قيد الحياة، والآخرون تم تنفيذ أو نفذوا عمليات انتحارية وكذلك عمليات اغتيال، وأيضا تواجهوا مع رجال الأمن السعودي في عمليات أخرى إرهابية في الأعوام الماضية. هانس فيان من الرياض وحديث عن الحكم الذي صدر بحق خلية الحرازات، شكرا جزيلا لك.
ومعنا من الرياض الخبير في القضايا الأمنية المحامي يوسف العرفج. أستاذ يوسف أهلا وسهلا بك إلى نشرة الرابعة. في البداية تعليق سريع على الأحكام التي صدرت بحق خلية الحرازات، وكيف ستساهم أحكام من هذا النوع في الحيلولة دون وقوع تفجيرات أو هجمات إرهابية من هذا النوع؟ هذه الأحكام في المملكة العربية السعودية التي تصدر من المحكمة الجزائية المتخصصة الشرعية بمنطقة الرياض ليست أحكام جديدة على المملكة العربية السعودية. هذه الأحكام سبقتها أحكام كثيرة رادعة أثرت كثيرا في استتباب الأمن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد. دعني أخي الكريم أقول لك أن هذه البلاد الطيبة السعودية أعطت هؤلاء المتهمين كامل حقوقهم القانونية، فمن خلال اختصاصي في المحاماة أود أن أعرج على أن المحكمة الجزائية المتخصصة تؤمن بقول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمتهم منذ أن يمثل أمام هذه المحكمة أمام ثلاث قضاة في دائرة جزائية يطرحون عليه حقوقه الذي نص عليها المادة 4 من نظام الجرائم الجزائية بأحقية في توكيل محامي، فإن كان لديه محامي خاص به يمكن تمكين كامل من الجلوس مع موكله وحضور الجلسات وتقديم اللوائح، وإن لم يكن لديه محامي للدفاع عنه تتولى وزارة العدل تمكينه من محامي على حساب الدولة، والمحامي له أحقية زيارة موكله في سجون أمن الدولة والجلوس معه وإعطاه المهل لتقديم اللوائح. وما صدر اليوم أخي الكريم هي أحكام ابتدائية من محكمة الدرجة الأولى، وأيضا من حق المتهم في هذه البلاد المباركة أن يلجأ إلى الاستئناف ويطلب تخفيف الحكم ويبرر، ثم بعد الاستئناف ترفع إلى المحكمة العليا، ثم المحكمة العليا تقرر المصادقة على هذه الأحكام أو نقضها وإعادة المحاكمة من جديد. وما نريد إيضاحه من تلك الكلمات أخي الكريم أن الدولة ولله الحمد تعطي أمثال هؤلاء وإن كان جرمهم كبير تعطيهم حقهم في الدفاع أنفسهم بكامل ما نص عليه النظام في نظام الجرائم الجزائية ونظام المحاماة ونظام المرافعة. نحن نتحدث هنا عن وضع من ثلاثة أركان، متهم بالإرهاب، محكمة أو قاضي، وأيضا نيابة عامة. هل حصل؟ دائما تعودنا من النيابة العامة أنها تطالب بأقصى العقوبات بحق المتهمين في قضايا الإرهاب، ولكن هل حصل مثلا أن برئ أحد المتهمين أو نقض الحكم بإعدامه لاحقا؟ هناك قضايا كثيرة يبرأ فيها متهمين وتنقض أحكام وتعاد المحاكمة ويخفف الاستئناف الأحكام، وهذا من أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. القضاة في هذه المحكمة وفي جميع المحاكم المملكة العربية السعودية قضاء مستقل لا يمارس عليه أي ضغوط ولا يمارس عليه أي توجيهات، يحكمون بما تبرأ به الذمة وما يدينون الله به عز وجل يوم القيامة. فكثير من الأحكام تصدر ابتدائية فترفع لمحكمة الاستئناف فتطلب محكمة الاستئناف تقليل العقوبة. أنا شخصيا ترفعت في قضايا منها قضية خلية الدندني وقضايا أخرى كان حكم على البعض بالقتل تعزيرا وخفف الحكم إلى ما دون القتل إلى سنوات من السجن. هناك آخرين سجنوا سجن مدة طويلة فرأى الاستئناف أنها مدد مبالغ فيها، وهناك ناس نفذ فيهم هذا الجرم وصدق من الاستئناف والمحكمة العليا بعد مراجعة الأحكام كونهم رأوا أن هذه الأحكام صحيحة ويستحقونها وفي مكانها. الخبير في القضايا الأمنية المحامي يوسف العرفج، شكرا جزيلا لك.